رئيس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة وكيل مجلس النواب محمد أبو العنين، وبحضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعدد من السفراء والشخصيات العامة، سفير اليابان لدى القاهرة السيد نوكي ماساكي الذي ينهي فترة عمله في مصر والتي امتدت لمدة 3 سنوات. حفل وداع السفير الياباني تحول إلى احتفالية بالعلاقات المصرية اليابانية المتميزة والممتدة على مدى عقود متتالية. معالي السفير مساكي، منذ أن أتى إلى مصر سنة 2018 شعرنا بأننا أصدقاء، استطعنا أن نحقق الكثير من التعاون بين مجتمع الأعمال وبين الحكومة، والعديد من الأشياء حدثت، وشعرنا أنه يعزز مصر ويعزز ما نقوم به هنا في مصر، وهو يدرس التاريخ المصري، وهو حريص جدا على أن يدرك الوضع الحالي في مصر وأن يعزز تقدم مصر، وقد دعم الثورة المصرية ولا زال يدعمها، فالكل يرى الآن أنه يعزز ما يحدث في مصر ويساعد مصر في تقدمها وعلاقتها مع اليابان. وقد حضر العديد من المؤتمرات مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأنا أعتقد أننا نشهد النجاح بوجوده هنا، ونحن سعداء بوجوده هنا، وسنفتقده عندما يغادر مصر، ولكننا لن ننساه أبدا، فسيكون في قلوبنا لأنه فعل الكثير. وفي حديثه أكد السفير الياباني في القاهرة السيد نوكي ماساكي على سعادته بالتواجد في مصر خلال هذه الفترة الزمنية التي شهدت قدر من التطوير والتحديث غير المسبوق. أنا كنت سعيدا جدا أن أستطيع أن أشهد التقدم الذي تم إحرازه في هذه البلد. أنا عايز أتكلم شوية عربي. أنا جئت إلى مصر في شهر سبتمبر عام 2018، وعملت بجد على مدى 3 سنوات وشهرين لتعزيز العلاقات بين اليابان ومصر، ولكن تقدر أن أغادر مصر في هذه المرة. كنت أتمنى ألا تأتي لحظة الوداع، لأنني أحب مصر والمصريين من كل قلبي. كما يؤسفني جدا أنني لن أشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، ولكنني أتطلع إلى افتتاحه وزيارته في أقرب وقت. وناقش الحضور الدور التكاملي بين القاهرة وطوكيو خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ودعا الجميع إلى ضرورة تعظيم الاستفادة المتبادلة بين الطرفين. إنها بالفعل فرصة عظيمة لكي نشكر كل ما فعله معالي السفير الياباني هنا في مصر، والتعاون الياباني المصري أدى إلى العديد من الإنجازات، وإنها لفرصة عظيمة لنذكر كل ما حققه السيد محمد أبو العنين في القاهرة عن طريق كل أنشطته السياسية وأنشطته في عمله. أنا الحقيقة مهمتي في اليابان من الناحية السياسية كانت سهلة جدا، لأن دائما كان هناك توافق في الرأي بين اليابان وبين مصر وبين المجموعة العربية
تجاه قضايا عديدة جدا وخصوصا تجاه القضية الفلسطينية. مهمتي الاقتصادية كانت ثرية، لأن مصر الحقيقة استفادت كثيرا من المشاريع التنموية ومن الـ ODA الياباني. نحن نريد أن نفعل الكثير ونريد أن ندعم العلاقات، وبدأنا في الكثير من الأعمال وتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، ليس عن طريق الثقافة ولكن عن طريق الأعمال والاقتصاد. أحيي سيادة السفير، وبالفعل أنا لاحظت أنه كان نشيطا جدا، ومن خلال ما قاله الجميع الآن نعلم أن كل ما فعله كان لمصلحة مصر، ونحن لذلك نشكره كثيرا ونأمل أن يتم نجاحه وأن نراه في العام القادم. دعونا نقول أن سيادتكم قدوة لجميع الزملاء في جميع المجالات، ومصر بالفعل تمتن لك. أنا أشكرك يا سيد مساكي، يا معالي السفير، أن لن أنساك أبدا، لأنك كنت مثالا على الأمانة. العلاقات المصرية اليابانية تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، تقارب في وجهات النظر فيما يخص السياسات الدولية، وتعاون متبادل في شتى المجالات تسعى القاهرة وطوكيو إلى تعزيزه ومضاعفته. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي.